فأقروا سلافظلا وعلا أهدى السبلا بدلالته فأقروا سلافظلا وعلا أهدى السبلا بدلالته الله 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 الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبرنامج كيني حياة الصحابة وحلقة ديني سقالات حلقة تن حنكو قادن دونا تاريخ نولاد كصحابي وينا اللي يجري براء ابن مالك الأنصاري رضي الله عنه. صحابي كان وحكمدها صحابتي رير أنصار يكمدها صحابتي النبي وحسوه جرين كو مهاجرين ومقالة مكة المكرم كسو هجرودي محوها دين تدرت يدهالكا كسو التقايق وفدنا إن دين تدلق فدنا يكبقيه كونا وحي أهين كوة دقن مقالة مدينة المنورة كوة سو النبي عليه الصلاة والسلام أقرقار دينة إسلام كان حوجي مركة وحلو أقون جرى الأنصار مركة صحابي كان البراء حكم إذا صحابتي رير أنصار وكجري صحابي وحوها موقال كيس أنا هين مدى دو حدتك بوربورا مونا نهين مدو حوها جيركي سؤاد وعاتو يهي النحيف أيوها صحابي كان هسي يشي جيس نمديس أو كلا إيسان جرين أد جيس وحسد تاريخ ديس يمحوها إنو كارك دون وحوها صحابي كان ولالك صحابي ويناء أنس بن مالك أديقه رسولك صلى الله عليه وسلم صحابي قاسي ولالها مركا براء رضي الله عنه وحنارك دونا جيس نمدي وموجي تاسو محوها هاي قصديسو اي نوكارك دونا يسدو هالي جيسي اح اي محوها هاي ساقو اوكالي ان محوها تاريخ دان اي ادو يرتاين لاركو صحابي كان قصديسي وحيكو بلاوان ساه حلقي خلافة أوهي صحابي وينا أبو بكر الصديق رضي الله عنه يا وحاد عي إن محوها ديوف ربضن أي دين السلام كي كبحان وفدنا في ربضن أي دحذي دادكي أدور قيبة دو قيب سمي كوا محوها مرتدين أو دين السلام كا دين تي كلابت يكون محوها إسلام كان شيغانيا حسيا شي محوها سكدي زكدي ديدي يكون تلمامان إنا أهيد واحد اللي النبي ومحوها مركي جو كلي إنا دي بيها بوان نبي مادام مؤدنته إسن بحنين يكون محوها نبي النمى الشاكت وحب سوائف بحيبة إن محوها نبي النمى الشاكت ومركي نبي مؤدنته إلا راد محوها إنا نبي إيو شاكتا سياب اللهوات مركا أبو بكر الصديق يا وحوقة موقف آدي هذا وهذا وكاسور إسلام كي دين إسلام كورنتي تاريخ ذا والنقض يمد محوها تاريخ البال ذهب كجلا جوان أذق أيوقة سيد أبو بكر رضي الله عنه هذا لا هذا ليس حكم ذا أينقص الدين وأنا حي أنا جو النول مي الدين تنقص منايا والله وحور وان دجال ما حتى كل جيب النقض وان لا دجال ما أصحابتي قارئ حسكوا ده إننا سيد عمر سيد أبو بكر الله الله يدير هذا سيد عمر أكل ده كان محوها زكاة صلاة مدام الدكان عين محوها أد أيوة عروض مركز سوير والله وأنا لدى قلما يا عدي كلا صارته صلاة دي زكاة مركز
موقف كاس أدق أيو سيد أبو بكر قات إسلام كوكو بدبهدي مركا أبو بكر يا وحو بلابي إن محوها عدوغي خارجي أها محوها يكوي دين تكلابت انتبه عدوغي مسلمين تأي آدي يدو فربت مركا سيد أبو بكر يا وحو بلابي إن محوها او دياري عيدن آدي يدو حق بدن يو دياري سي محوها لولاد دقالما عدوغا ساقع iy murtadiinta diinta kala batay iyo cadawgii kala dagaalka lagu jiray marka bara marka wuxuu kamid ahaa dadkii saxaabtii nabiga ee wacdarada muujiyay muxuu ahaa dagaaladaas wacdarada ka muujiyay kamid ahaa marka dadkii la dagaalamay murtadiinta waxa uu xog badnaa qoliyaha reer banu xaniifa la raaday muxuu ahaa musaylimatul kadhab قوم كيسة قل ليها سأوحوك بدنا كواسو محوها قرب استاق يمحوها لقرب استاق مسيلمة حال شاقا إن محوها يساق إيو قوم كيسة حلفديس أفرطن كون وعيدا إنو ديار سادي سي محوها وولا دقالمو أصحاب تنبيق إسلامر كان محوها وكتر ترو محوها جزيرة العرب isla markaan uu isaga nabi u yahay waxa kale oo ka soo horjeeda inuu baabiyo sheekada soo bilaabay hasayeshe arinta ayada ahmayn u soo ragalin oo muxuu aha ilaahi subhanahu wa ta'ala ayaa muxuu aha diintan mar walba ilaaliya isaga difaac ka haya mar walba wuxuu ku badbaadinayaa dad muxuu aha muslimiina muwahidiina ee ilaahi ku badbaadinaya marka waxa dhacday dad dadyowga muxuu ahaa taageerada u ahaa musaylimatul kadhab yaa qaar ka mid ah dhihi jireen musaylima muxuu ahaa waan ognahay inuu beenaale u yahay waa ninka kan inuusan nebi xaq ahayn ee muxuu ahaa kadhaab u yahay uu been uu sheegay waan la soconaa hase yeeshee waxa dhihi jireen waxaan ka jecel nahay beenaalaha anaga reerkanaga ee muxuu ahaa reer abu xaniifa ka dhashay ayaan jecelnahay waxaan ka jecel nahay mid kan rulowga ah ee reer mudar ka dhashay oo nabiga ula jeedaan sallallahu calayhi wasallam ayaan ka jecelnahay qabyaaladda u fiirso walaalayaal heerka ay dadkaas gaarsiisay waxa ay muxuu ahaa musaylime muxuu ahaa taageerada ugu yihiin oo muxuu ahaa ay la dagaalamayaan waxay ahayd waa qabyaalad darteed iyagoo og inuu beenaale u yahay uusan xaq uusan ahayn ay muxuu ahaa haddana xaqdarrada iyo shirkiga ay baadilkaasi u garab istaageen halkaas walaal waa xusid mudan innaga muxuu ahaa maanta waxaan taaganahay xilligaas muxuu ahaa mowqifkii gaalada iyo muxuu ahaa ay taagnaayeen ee qabyaaladda heerkay ka taagnaayeen oo kale yaan maanta innaga maraynaa walaalayaal waxaan arkaynaa in muxuu ahaa qabyaaladda gaar ahaan dalkeena soomaaliya iyo siday u saamaysay soddon sano mayaan maanta waxaan ku dhex jirnaa dhibaato iyo fawdo yaan ku dhex jirnaa waxaa la dhihi karaa dhibaatada dalka soomaaliya ka jirta waxaa hooye iyo aabo u ah waa qabyaalad walaalayaal waxa dadka isan muxuu ahaa isan necbaysiiyey maxanta iyo mushkilada ku riday ummadda inay kala tagto sababay muxuu ahaa kala gobolna noqoto sababay muxuu ahaa waxaasoo idil waxaa sababa waa qabyaalad heerka ay dhibaatadaas ayna dhexashood ogtihiin marka u fiirso maanta muxuu ahaa waxaa la helayaa dadkii muxuu ahaa in qofka marka la taageeray la garab istaaga waa in xaq lagu taageeraa laakiin qof muxuu ahaa xaq darra halkaa la taagan ilaa waa reerkanaga muxuu ahaa wuxuu mudan in la garab istaago ayaa dar walaalayaal waa arrin aad iyo aad foolxumo u ah markaas waxaa arkaysaa in muxuu ahaa qofka la yaqaana muxuu ahaa xumaatada caanka ku ah inuu dadka muxuu ahaa aan samaanba lagu aqoonin in maanta muxuu ahaa reerka ay daba taagan yihiin oo loo sacbinay maxaa dhacay walaahi si kastaas kaga xumaado laakiin waa qaraabada waay waa reerka maxaa yeelay meel kasta waxaa loogu talagalay inuu qof kugu jiro saa darteed isaga muxuu ah maanta qeybta xumaatadu inoo matalaabo subxaana allah waa ruux muxuu ah mujrim oo dembiile ah oo ilaahay xaq aan ku soconin yaa reerka waxay u daba taagan yihiin reerku ka dhashay darteed waad ogtihiin dhibaatada aynu soo marno walaalayaal ilaa hadda muxuu ahaa weli muxuu ahaa dadkii maskaxdoodii weli arrinta ayadaa meyna ka tirtirmin qabyaaladu weli way nagu weyn tahay
مركو أيان در إن محوها لقيا بإن أندتك قارها تا قرآن لقو أخري وليه سقو حق در إباد الأسعدو عدو إسكعل عدو الإسكعل عقو جوغا تدقلو صومالي قبيل صومالي دا للدلاية يا لقيا بإن لراد محوها بالقرآن كالو أخري ويلش قرآن كو أخري أيواكا لباتدي حماتدي الدنبيق أيان ولا ليال أسكو كالمانينا أرنت هذا أصل كذا محوها وح عن إسلام الدين تشغق له ولا ليال أصلا شغق ملا نبي وكدي صلى الله عليه وسلم أبي ألد يقرن وحصل وكدي نبي عليه صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها منتن قبي ألد وحلي نبي وقرن سجتها مركو في ردت كان نبي محمد أو صادق الأمين أه أو رسولك إلهي أو حق أه ييجو أي وحليهن بين لها أو قرابة النذا أو محوها تلك عن هاي أن كجعلنا هركس قبي ألد قرش ولا ليال مركو حار ربع أرماه أو كساب سن قبي ألد إيو إن إنه كوانتو بنول ليال إن محوها قف قد سود ويسنس إيو قف كلو ناكسن عدة تاجرس إيو وإنه هذا قف وناكسن محوها أنا أتاجرين قف كان أم محوها حماتي فالحماء إن أنا قرب استاجن هذيك للدمبي والبقى قف كاس أوجله هداد قلبي نيد أتكجع عشاه عادينا الدنبي قا ينبض له وذاك دون تاولا مركواكا رير محوها بنو حنيفة مركواكا محوها مرتد كاس يقرب استاقين إيقنا محوها إلهي نوو هلاقي إساق إيا محوها وادرك دونا عكتا لمرين دونا نار تنبيل قل دونا مرك مرك مسلمين تي وحي ويرركو قادين مسلم إيا قوم كيسي ويرركو قادين دقال كبرغا وحا هقاميني صحابيكي وينا إكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه يا هقاميني مركي اللي إسقبتي وحربادي دقال كوب بلوده محوها مسيلمة وأسوجي بي مسلمين ومحوها ديب يا لوسو علي أبو بكر صديق رضي الله عنه يا مركي الدنبه هقان كمسلمين دقال كيا وحوكا ديقاي صحابيكي وينا خالد بن وليد رضي الله عنه صحابيكا سالو ديبي خالد يا إساقنا هالكاس دقال كي كهو قامي مركا خالد دادكي محوها أصحابتي بريقا وجوكتي كوي أقوم مقا عواوينا يا قيبكا ها دقال كاس مركا براء ابن مالقنا وحو قيبكا ها دادكي وعلى رضا موجيه محوها يوكمدها حدنا محوها خالد يا محوها مسيلمة مرلبات يا عدنا مسلمين تي وحي دقال لقالين مسلم كذاب يقوم كيس دقال آدي يدو كلول ورنتي داد فربادن يكو هبتين مركلا هدنا مسلمين تا محوها والسو جبي مركي الدنبي يا خالد ابن وليد رضي الله عنه يا محوها وحو فكري حقيد يباتد كجرتها مركي الدنبي وحو خالد بالله ما دام وهنين آدي يد أبوان اوه محوها ولها الدقال كي آد وفر عنه حال شغال نيكا إساقا ولغي دقال كموؤسا نقول درهسن مركي الدم خالد وحو بلاوه إنو داتكي وكالهوف إنو كالساري وبلاوه وحو كالساري داتكي وحو كالساري كوه ررميغ أي رمقال كوه كالساري وحو كالساري المهاجرين والأنصار مهاجرين تي أنصار تنو كالساري قيب والمالو استاجي بل محوها سيو وقاذا حقاي محوها dibaatada kan iyo muxuuha mushaakil kan iyo guldaradan xaqiiq ka socota si loo ogaado iyo kala saare markii dambe xitaa wuxuu isku waadi qaabka muxuuha ay isku reerka u yihiin muxuuha ay isku la dhashan xitaa uu isku waadi si muxuuha loo ogaado bal muxuu xaqiiq dibaatada ka jirtaa cid dhankooda la soo galo si loo ogaado qaabkaas markuu u ildaamiyay ayo muxuuha أدو قصور رقال علي مر لباد إياه دانا دقال كي يحرب دي هالكي ذيك بلابات مركي دنبه مسلمين تي مهاجرين تي ودنة أنصار تي ودنة كوي محوها مركي دنبه وانوان دونا يمحوها سبربرياع ياجرت لكن مركي دنبه مسلمين تي وحايا محوها وآي فاهمين علنك مهاجرين تو حالو ديبي ثابت ابن قيس رضي الله عنه يالو ديبي نكاس عليك مهاجرين تهاي إلى محوها كرفنتي سي وحي سي وصو دوبتو محوها ويرادو محوها مدام دقالك محوها انت بدن ميله وقدعي آدكو وحوغن وماش عليك ويال
maxay la kooxdi calankeedii dhulka la dhigay waxay ka dhigantaa in laga adkaado marka ruuxa calanka u hayo ee mar walba muxuu ahaa meesha uu joogo waxa ka dhacay dagaalka ugu ba'an ayaa halkaas ka dhacay ilaa muxuu ahaa saxaabigaas daliilka ah laga dilo oo uu ka shahiido ayuu halkii joogay waxa ka mid ah dadkii wacdarada muujiyay ee muxuu ahaa geesnimada la yaab kale muujiyay saxaabigii lihi jiray Zayd bin Khidaab ee muxuu ahaa walaalkii Cumar bin Khidaab radiyallahu canhu isagana muslimiintu la hadlo wacdi wuxuu yiri muxuu ahaa ee war is adkeeya muxuu ahaa dagaalka gala wuxuu ahaa muxuu yiri maanta kadib ma hadlay hadalkan unba hadal ugu dambeyn doona ilaa muxuu ahaa ilaga aan ka jabin oo cadowgan laga jabiyo ma hadlay ilaa isagana meeshii uu ku shahiiday halka muxuu ahaa calanka muhaajiriinta u hayeen ee Saalim mawla abi xudayfa radiyallahu canhu saxaabigaas daliilka ayaa calanka muhaajiriinta hayay qaar muhaajiriinta ka mid ayaa marka waxay isweydiiyeen war nio ninkan muxuu ahaa ninkan waa nin daciif ah ama muxuu ahaa dhankiisii nigala soo galaa su-aalo saas isweydiiyeen markaasay u sheegay waxay yidhaha war nio waxaan ka baqaynaa in dhankaaga nagala soo galo muxuu ahaa bal ka war calanka daan kaa wari hadallo saasi ku yidhaahdeen markaasuu la hadlo wuxuu ku yidhi aniga dhankayga haddiiba laga yimaado ruux qur-aanka ilaahay xambaarsan ayaaba iska xumaaday maadaama aana qof ilaahay qur-aanka kariimka xambaarsan oo muxuu ahaa xambaarsan muxuu ahaa marna ma dhaceyso in muxuu ahaa anoo ilaahay qur-aankiisii xambaarsan inaan muxuu ahaa cararo ama muxuu ahaa marna ma dhaceyso marka wuxuu yidhi waxba ha ka walwalin marka geesnimada layaab kale ayaa asxaabta nebiga ay muujiyeen iyagoo ku talagalay inaynu marna muxuu ahaa ayna dib u laabanin hase yeeshee geesinimada uu muujin doono saxaabiga kan baraa yaa waxay ahayd mid waxaasoo idil oo geesinimo asxaabta ay muujiyeen mid aad kaga sarreysa taasoo weliba sabab u noqon doonta guushii muslimiinta ay ka gaareen dagaalkaas markii dambe oo dagaalkii uu kululaaday oo muxuu ahaa yaa Khaalid bin Waliid wuxuu la hadlay baraa ibnu Malik markaasuu ku yiri warniyahow muxuu ahaa bal la hadal tolka ansaar iyo bal ila hadal saasuu ku yiri markaasuu muxuu ahaa saxaabigan baraa radiyallahu canhu yaa wuxuu la hadlay ansaarta iyo la hadlay markaasuu wuxuu ku yiri muxuu ahaa war maanta kadib ha ku fakarin in muxuu ahaa magaalada madiina aad u laabataan marna ha ku fakarin muxuu ahaa maanta waxaa kaliya ina hor yaalla in muxuu ahaa aan dagaalanno oo muxuu ahaa inaan dhimanno ama muxuu ahaa in muxuu ahaa aan guuleysano aad iyo ula muxuu ahaa ula dardaarmay ansaarti maadaama isagu ay u yahay saxaabi ansaariya u yahay marka gaaladii ayaa waxay bilaabeen in muxuu ahaa murtadiinta inay muxuu ahaa isku ururiyaan muxuu ahaa beertii la jiray xadiiqatul mowt halkaas ay isku ururiyeen marka waxay bilaabeen cid kasta oo muslimiinta oo muxuu ahaa halkaas ina falaaraha halka ay kaga soo tuuraan oo la waayay cid oo muxuu ahaa muslimiinta inay yacni awoodi waayeen inay gudbaan markii dambe yaa saxaabiga kan aynu taariikhdiisa ka hadleyna ee baraa yaa wuxuu yiri waxaan rabaa in muxuu ahaa halkan aniga aan galo marka wax si aan muxuu ahaa horey usoo sheegnaba wuxuu ahaa saxaabi aada u jab yar ee caata ah oo muxuu ahaa aan buurneyn ayuu ahaa saxaabi kan markaas wuxuu ku yiri waxaa samaysaan qof walba gaashaankiis gaashaanka intaad dhexdiisa aad dhigtaan warmihiin intaad igu qaadaan muxuu ahaa halkaa laygu dhex tuuro laba unbay mid noqon doontaa in la idilo oo aan dhinto in muxuu ahaa in albaabkan aan furo oo muxuu ahaa cadowga ilaahay aan la dagaalan markuu fiirso geesnimada intaas la eeg walaalayaal fiirso sidaas ayaa diintan islaamka halgankaas ay soo martay diintaas sida halganka loo soo marayaan maanta innaga muxuu ahaa yaa qaarkeen aysan fahmi karin qiimaha diinta ay leedahay iyo ilaahay dartiis in loo dhinto asxaabtii oo muxuu ahaa nabiga sallallahu calayhi wasalam yaa iyagana marna waxay ku talagaleen ma ayna dhihin muxuu warni khataraa kala kulmaysaa iyo waa lagu dilayaa iyo waa noqonaysaa ma dhihin maxaa yeele waxaa marwalba maskaxdood ka guuxay ninkan muxuu ahaa haddii dadka muslimiinta maalintaa jooga dadkood u waaweyn asxaabta nebi uu baabi'iyo in madiine uu geli karo islaamka iyo diintan sidaas ay ku baabi'i karto marka taasayna u dhicin ayuu baraa radiyallahu canhu wuxuu yiri in muxuu halkaas anaa galaya in muxuu ahaa adinkan halkaa igeeya marka insha allahu tacaala xalaqadeena soo aadan ayaan muxuu ahaa qeyb dambe ku faahfaahin doonaa halkaa inoo joogta wajazaakum allahu khayr wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.
فأقر رسلا فضلا وعلا أهدى السبلا بدلالته فأقر رسلا فضلا وعلا أهدى السبلا بدلالته الله الله الله.